I'll make it all come true. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد فتحي من قناة موبا كيوب. فيديو جديد النهاردة ان شاء الله بناء على طلباتكم. احنا ان شاء الله النهاردة هنشرح، يعني كان هو ميكس كده، يعتبر جزئين الفيديو ده، يعتبر بنشرح فيه حاجتين مش حاجة واحدة. بناء على طلباتكم هنشرح الابطال، كل بطل بيلعب في انهي جزء من الجيم، ايه الدور اللي بيقوم بيه كل بطل، وهنشرح كذلك من وسط الشرح ده بعض الاصطلاحات اللي انت لو شفتها او قريتها ما تعرفش يعني ايه. فهنشرح كل ده النهاردة. المفترض ان احنا كنا زي ما قلت نشرح بيلد قبل كده، لكن معلش ما ينفعش كنا نخش في البلدات غير لما نعدي الجزء اللي هنشرحه النهاردة في فيديو النهاردة ان شاء الله. تمام. انا بدعوكم قبل ما نبدأ الفيديو، تنساش لو عجبك الفيديو لايك، لو عجبك محتوى القناة ما تنسانش بسبسكرايب، تفعيل زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. طيب نبدأ على بركة الله. بصوا يا جماعة، العاب الموبا عامة يعني انت الهجوم في العاب الموبا بيبقى بينقسم، انت بتهجم على في ثلاث طرق او ثلاث محاور. اول حاجة هتقابلك حاجة اسمها التوب والميد والبوت. التوب اللي هو الجزء اللي فوق اللي بيبقى العالي، اللي هو المسار اللي بيمشي فوق، اللي بتمشي فيه فوق. طيب الميد اللي هو ايه؟ اختصار كلمة ميدل، اللي هو بيبقى الميدل. طيب ايه البوت؟ اللي هو البوتوم، يعني في الاسفل. بوتوم بالانجليش يعني الاسفل. طيب هل كل بطل ينفع يلعب في اي حتة؟ لا. بص الموضوع ده فيه مدارس كتير وناس اختلفت فيه، بس هو ليه بيزكس او ليه اساسيات ما ينفعش. يعني طبعا احنا يعني بنشوف الايام دي الناس لسه جديدة والكلام ده، عارف ان مش موجود في موبايل ليجنز، مفيش حد بيتكلم فيه في موبايل ليجنز. في ناس بتلعب بيه في موبايل ليجنز بس ما حدش بيلتزم بيه قوي، بس في ليج اوف ليجنز او وايلد ريفت القاعدة 90% من الناس بتلعب كده. تمام، بالطريقة اللي هنقولها والدور اللي بيقوم بيه كل بطل زي ما هنقول دلوقتي. بص يا جماعة، لو بصينا للين اللي فوق اللي هو التوب، واحدة واحدة كده عشان ايه نفهم. طيب اللين اللي فوق يا جماعة، التوب لين ده بتلعب فيه شخصيات التانك، الشخصية التانك، الشخصية برضو مع بعضينا كده واحدة واحدة هنفتح شخصيات التانك. التانك اللي هي الشخصية اللي بتبقى يعني الهيلس بتاعها عالي، ضرباتها ما بتبقاش قوي، يعني مش قوية قوي، هي بتعتمد على الهيلس. طيب زي ايه؟ اشهرها جارين زي ما قدامنا كده، ويناسوس، دول اشهر شخصيتين بتلعب في التانك فوق. تمام، وممكن واخد بالك اشهر شخصيتين بتلعب تانك هو جارين وناسوس. طيب هل ينفع العب غير؟ طب انا واحد مش عايز يلعب، عايز العب فوق ومش عايز العب تانك. طيب ممكن نلعب بشخصية تانية؟ ممكن تلعب فايتر. تمام، ممكن تلعب فايتر. طيب زي مين الفايتر؟ تمام، زي كاميل. تمام، لو بصينا كده على الفايتر، لا ده مش الفايتر. تمام، زي كاميل. تمام، كاميل هنشوفها ممكن تكون لسه ما نزلتش. هو الفايتر بوجه عام ممكن تلعب بيه فوق. تمام، وزي ريفن وتريندمير، تريندمير ممكن تلعب بيهم. كل دي شخصيات فايتر ممكن تلعب بيها في اللين اللي فوق. يبقى انت فوق واخد بالك هتلعب فايتر وهتلعب تانك، ما تفكرش تلعب في غير كده. تمام. طيب بالنسبة للميدل، الميدل يا جماعة بيكون فيه بيلعب فيه كذا نوع من الشخصية. ممكن بيلعب فيه اساسن، زي طبعا الشخصية الجديدة اللي نازلة اللي هي اكالي، بتلعب في الميدل، ممكن تلعب فيها ميدل. تمام، في الجزء اللي في النص، وممكن تلعب بزد. دول اشهر شخصيتين بيلعبوا في الميدل. بالنسبة لايه؟ للاساسن. احنا قلنا عشان واحدة واحدة كده الشخصيات اللي ممكن تنفع تلعب في الميدل
اول حاجة شخصية الاساسن، تمام، اللي هو القاتل، تمام، اللي هي اشهرهم زد واكالي. اكالي دي شخصية جديدة قوية على فكرة، ممتازة، تمام. طيب ايه تاني؟ هل ممكن نوع ممكن يلعب تاني في الميدل؟ انا يا عم مش عايز، انا نفسي بحب العب في النص، تمام، بحب العب في الميدل لان، ومش ما بعرفش العب اساسا، ما بحبش العب اساسا. طيب ممكن تلعب ميج، طبعا اشهر حاجه بتلعب ميج اهاري في النص دي يا جماعه، مكانها مش، والله مش في البوتوم، دي مكانها في النص، دي مكانها في الميدل، ما بتلعبش في النص، ما بتلعبش سوري في البوتوم. ان احنا بنشوف الايام دي، احنا عاذرين الناس، والفيديو ده والله انا عامله بناء على طلباتكم. اللي بيلعب ميج ما تفكرش تلعب غير في الميدل، تمام. طبعا اهمهم يعني اكتر شخصية بتلعب في الميدل بتشوفها هي اهاري ولوكس، دول اشهر اتنين بيلعبوا في الميدل. ساعات بتشوف فيز، تمام، فيز يلعب، يعتبر برضو تلعب في النص، ومن اقوى الشخصيات اللي ممكن تلعب بيها ميج في اللعبة، تمام. طيب دي كده الشخصيات اللي ممكن تلعب في النص. احنا كده قلنا، هنعيد تاني، الطب هيلعب فيه فايتر او تانك، النص هيلعب فيه اساسن او ميج. طيب البوتوم بقى، اللين اللي تحت، اللي هو برضو هندخل بقى حتة المصطلحات. يبقى احنا كده قلنا مصطلح ميد، مصطلح طب، مصطلح بوت، تمام. في بقى ده اسمها مصطلح ADC، ده يعني اللي هو الماركسمن، او اللي هو بيبقى حامل السلاح، ما بيضرب من بعيد. طبعا اشهر حاجة في الماركسمن بتلعب في البوتوم. انا عن نفسي بلعب بميس فورتشن، ولكن اشهر حاجه بتلعب في الميدل، سوري، بتلعب في الميد، في البوتوم، بتكون اللي هي اش، اللي هي القوس والسهم، تمام. وفي طبعا ميس فورتشن، وفي طبعا جانكس، تمام. اي ماركسمن يلعب في البوتوم، ما فيهاش ادنى مشكله، اي ماركسمن يلعب في البوتوم. بس هل بيلعب في البوتوم لوحده؟ لا، لازم بيلعب جنبه سبورت، لازم بيلعب جنبه سبورت. سبورت بقى، طب ايه السبورت ده بقى؟ السبورت ده بيساعد اللي هو الاي دي سي، اللي هو الماركسمن، ان يقتل اللي قدامه، تمام. ومش معناه هو بيساعده، مش معنى يسرق منه الكل على فكرة، لانه برضه انا بلاقي ناس بتسرق الكل، ده موضوع مهم. يعني في اخر ضربة يبقى انت ماشي، انت سبورته، تمام، ما تخشش انت تسرق الكل من الماركسمن، لا، مش على فكرة، انت كده بتضر اللعبة، او بتضر انك تكسب، او انت كده مش هتكسب، بالعكس انت كده هتخسر، انت كده ما كسبتش حاجة. انت سبورت عمرك ما هتبقى قوي زي الماركسمن، انت مصلحتك ان هو يبقى قوي، هو ده اللي هيكسبك، فما تخشش تسرق منه الكل، تمام. طيب ايه اشهر الشخصيات اللي هي بتعتبر سبورت؟ اشهر شخصية اللي هي بتعتبر سبورت سكارة، تمام، او سراقة، سوري، سراقة وسونا، دول اشهر شخصيتين بتعمل بيهم سبورت، وبيتعمل بيهم سبورت كويس جدا ده. وخلي بالك السبورت ممكن يبقى فيه ميج، وممكن يبقى فيه تانكر برضو، يعني سراقة وسونا، تمام، دول ميج بيعتمدوا في السبورت بتاعهم على الهيلث، يعني بيعالج وكده، بيعالج الكاركتر اللي بيلعب جنبه، بيديله ابيليتيز، بيديله باور. لكن في نوع تاني من السبورت، تمام، زي مثلا بيلتز جرانك ده، تمام، ده يعتبر سبورت، بس ده يعتبر سبورت تانكر، تمام، بيساعدك. يعني هو ليه بقى بتهجم انت ازاي بيه؟ هو بيخش قدام، بياخد هو الضربات وبيهاجم برضو، وانت بتبقى بالاش او مثلا ميس فورتشن اللي هي الماركس من عامة، هو هنا بيساعد، هو هنا بيسبورت، بس مش بيسبورت بابيليتي، او مش بيسبورت انه بيعالج او حاجة، لا، هو هنا بيساعد ان هو بياخد الضربات عنك وانت بتضرب من ورا، فبالتالي انك بتبقوا تيم جامد جدا.
وطبعا باروم طبعا ده اشهر سبورت برضو تانك ممكن بيسبورت معاك في البوتوم. تمام، ده كان في عجالة شرح بعض المصطلحات ودور كل واحد في اللعبة. طب احنا كده نسينا او سايب بقى اخر حاجة مهمة جدا، المصطلح جانجلينج او جانجلر. ده بيعمل ايه الجانجلر ده يا جماعة؟ مهم جدا جدا جدا، وليه شخصيات برضو معينة. تمام، الجانجلر ليه شخصيات معينة. تمام، هي اغلبها بيكون فايتر، يعني اغلب الشخصيات اللي ممكن تعمل بيهم جانجلر بيكون فايتر. اهمهم يعني على وجه التحديد برضو نشوفه نوري الناس في الفيديو، اشهر جانجلر بيكون المس او ماستر وي او ماستر ياي، سوري انا يعني بقول واي وبقول يي وبقول بس هو اسمه ماستر يي. تمام، وعندك طبعا جانجلر، في جانجلر ممتاز انا كنت يعني جربته قبل كده شخصيا حتى واشتريته، اللي هو هقول اسمه، انا مشكلتي ان انا ما بفتكرش اسامي، اللهم صل على النبي، كان هو فايتر. هنشوف هو اسمه، كان اسمه ايه، ده مشهور جدا جدا جدا، اشهر فايتر ممكن. تمام، اللي هو هو أولاف، ده فايتر ممتاز جدا، فايتر محترم يعني، ده ممكن بتلعب بيه جانجلينج. تمام، وجانجل تقول لي طب الله ممكن ألعب بيه في الطب، أقول لك ممكن، ده ممكن يتلعب بيه في الطب. تمام، ما فيهوش أدنى مشكلة. تمام، بس ده جانجلينج بيتلعب بيه جانجلر. طيب ايه الدور اللي بيقوم بالجانجلر؟ الدور اللي بيقوم بالجانجلر ان هو بيقتل الدراجون، ده مهم جدا، قتل الدراجون ده يا جماعة بيفيد التيم كله. تمام، بيقتل الدراجون وبيقتل الموبس كلها اللي هي بتبقى في الغابة. في موبس بتدي ابيليتيز، بتديك ابيليتيز، وفي موبس اللي هي بتديك، بتساعدك، بتديك هيلث، وفي موبس بتديك مانا، وفي موبس ممكن بتفتح لك طرق مستخبيه على حسب، يعني على حسب، بس انت المفروض بتقتل في كل دول. اهمهم بيبقى الدراجونز، الدراجون دي مهمه الجانجلر، مهمه الجانجلر لازم بيقتل الدراجون. بيحتاج مساعده ممكن من بقيه الفريق، او ممكن يعمل لهم دعوه يقول لهم يا جماعه تعالوا ساعدوني وقتلوا معايا الدراجون ده. تمام، طيب في برضو دور للجانجلر، عشان يعني ما نطولش في وقت الفيديو اكتر من كده. الجانجلر بيساعد في نفس الوقت اللانس، بيساعد البوت وبيساعد الطب وبيساعد الميدل. تمام، مش مجرد ان هو ماشي ويقتل في الغابة بس، لا، ده بيساعد لما بيلاقي في بوش يا جماعة، يعني اللي هو هجوم من لان معين، او في ضغط على في لان معين او في طريق معين، سواء كان فوق او في النص او تحت، هو بيروح بيدعم الهيروز او الهيرو اللي موجود في اللان ده او في الطريق ده. وبرضو ياريت ما يسرقش منه الكل، لان مش في مصلحتك انك تسرق الكل، انت يعني بتبقى انت بتساعده، انت ليك مهمة وهو ليه مهمة، لو انتوا التزمتوا بالمهام دي، يعني كل واحد التزم بالمهمة بتاعته، الجيم هيكس، الجيم ده بيبقى ده في انتو فريق، فبتتعاونوا، هي لعبة في الاخر لعبة جماعية، ما يقدرش حد يكسب بيها لوحده. تمام، بس فده برضو كان شرح الجانجلر. تمام، كده احنا يا جماعة ده بالنسبة للمفاهيم اللي وبعض المصطلحات وبعض الادوار اللي بتقوم بيها، هي كده دي كل الادوار اللي بتقوم بيها الكاركترات في اللعبة. حاولت أبسط بقدر الإمكان المفاهيم دي،
ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو في اي سؤال هسيب برضو لينك الجروب بتاعنا على الفيسبوك تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو. تمام، تقدر برضو لو عايز تسأل اي سؤال سيبه في كومنت اسأله وهرد عليك ان شاء الله. تمام، اي سؤال او اي استفسار تحت امركم، مفيش اي مشكلة. بكرة ان شاء الله بإذن الله هننزل اول بأول بيلد ان شاء الله بإذن الله. كنت حابب النهاردة أبدأ ببيلد، بس ما لازم كنت أشرح لبعض الناس بالتفصيل الأدوار والمصطلحات الخاصة باللعبة قبل ما ننزل بالبيلد إن شاء الله، عشان نبقى إيه حاجة كده لو أنت لسه مبتدئ أو لسه بتلعب اللعبة يعني تبقى فاهم الدنيا ماشية إزاي. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك سبسكرايب في القناة، تدعي يعني تفعيل زر الجرس ده بيساعدنا كتير إن شاء الله. وشكرا جدا ليكم، وشكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.